شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوري هشتم لو بلغانيك هندك لزانان أي كان بلغان لسر نبوني بيانوي جهل لمسألة الشرك دا الإجماع لدرس في شباس مانكيد كهندك لأهل علم طلعن إجماع هاتوا لسر أو يككسر كفري كد جاء أجر بتأويل به يان باجتهاد به يان بهلا يان بتقليد يان بجهل هيتش يان معذور نين. وأجر كسر أو يشود أو مخالفه في شواني قرآن والسنة وإجماعي كدوا لو أنا قولي أبو بطين من نقل كد بلا ممجورة بلغاني كنقل كده بشت بستن بمجورة بلغانا هلايا. والاعتماد على دليل الإجماع بهذه الصورة على المنع من إعذار المسلم الواقع في الشرك جهلا غير صحيح. لبروتشن إشكالك علمي دثنا موضوعها استاهندك لو إشكالنا باسكين وهو مشتمل على إشكاليات منهجية عديدة تخالف الطريقة الصحيحة في الاستدلال بالإجماع والاعتماد على تصرفات الأئمة، بل هو مخالف لتقديرات المحققين من العلماء ويتبين بأمور ويتبين ذلك بأمور منها. يعني باهن ديكشت بلام إما ليلة يقدو هنيك لو على باسكين وكو اختصارك أما أنا إشكال هلي استدلالي دروز دبي يعني ألغي بلقي خوازي دروز دبي بو. الأمر الأول أن الإجماع على المنع من إعذار المسلم بالجهل في مسائل الشرك لم ينقل عن العلماء المتقدمين. أو أنا كدلن إجماعها باش كم إجماعك بما بلن أو إجماع لسدمي صحابة بو لسدمي تابعين بو لسدمي تابعي تابعين بو كم أجا أو سردما كامية شين أو أنا كإجماعيا كدوا شين أو أنا كإجماعيا كدوا تنصيص لسر إجماعك نص لسر إجماعك كوا إجماعك للاي متقدمين اشتي واحد. لو أنا كسب الله فرق شيء بين متقدمين ومتأخرين. لأن حتى أوانيشي كلام متأخرين ده إجماعك بس كان هل يعني هل هين جامدني خوي أنا ألين علماء خلاف يعني. بلام نهات وبون منا اشتكى مطروق بيه اشتكى بس كرابي وعلماء اتفاقين لسري كتبه وبلاو بيتوا اشتي وانيه. وأنجا أجر اشتي واش بون من بس كان بيشتر بون منا. بصدها صال بيش أم جورة باسانا علماء أم رأيان نبوة أم جورة رأيان نبوة تصريح يعني هذا الخلاف. وإنما هو إجماع منقول من قبل بعض المتأخرين تماشا هندك كس لمتأخرين علماء أم جورة إجماع نقلكا باش ناقاتا لكلمة جيبه حصلوه عن طريق الاستخراج من تصرفات العلماء وتعاملاتهم مع بعض تصريح باس بكري علماء بلين أجمع أهل العلم على كذا 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 شتي ومانية شي هاتون لا شي دريان هناوة لتصرف في هندي زانا وما زانا يواهي بفلانا كسي كوري فلانا كسي وتوكافر با تكفيري معين هندي تكفيري معين لبر هندي شد كداوة يعني هنديك مامالين لقال هندي أهلي بدعاء بونهم لقال جهمية لقال هنديك لا خوارج بكو أزارقة بمشي وازن تعامل يعني كدوة بويا لو جور تصرفا نوا إجماع النقل كدوة. وهذا الإجماع ينقضه تقريرات عدد من العلماء ممن ذهب إلى ما يخالفه فضلا عما في استخراج من خطأ رأي اللقل أوجد أم جور إجماع إجماعك الصريح نية إجماعك للتصرف هندي علماء وقدر هندراوة دوائيش أم إجماعك باسي إذا كان
چی هەڵەیە وەشێنێتەوە قسەی مەجموعەیەکی زۆر لە زانایان چونکە عەدەدێکی زۆر ژمارەیەکی زۆر لە زانایان ڕێی پێچەوانەیان هەیە متفق نین لەسەر ئەمە فمن العلماء من كان ينقل إجماع القول المقابل وهو الإعذار بالجهل ابن حزم أقب تشين تماشى ابن حزم كين إجماعي باس كدوا دشبم إجماعي كباسي كان يعني إجماعي مقابل أكريب ونمونا ابن حزم كيك كلا متقدمينش إجماع نقل كان لسر أوي كجهل بيانوا لهمو دين دا وكل درس كان بيشو باسم كيت دعاي كسي كتر بيت بونمونا علماء تربين إجماعي نقل كان بلين نخير جهل بيانونية أكري إجماعي هل بوشيته وبإجماعي كتر أما يك دو أو إجماع صريحي كزور لعلماء باسين كلو المتقدمين أما يك إستبع سكري لإجماع ك كبيانونية لمسألة الشرك دا قوتي أو إجماعي نية تما شبه قولة كان ينبخونين ودراسي كين فقد ذكر أن الأمة أجمعت ابن حزم رشي أن الأمة أجمعت على أن الجهل عذر مانع من التكفير في كل مسائل الدين أصولها وفروعها ولم يفرق بين النوع ونوع أما قصي بن حزم نية مقصي إيمن كنقل من كدويان أو زانان كإمليون نقلكين باشن باب تماشي قصي بن حزم كين فقال الأمة مجمعة كلها بلا خلاف هم أمة متفقا ببيه جوازيك كابو إجماع من أحد منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها يعني كسي أقر تبديل كلمة بوانونا هم أمة متفق ببيهيج خلافة أقر كسي آياتك لقرآن بأن قصد قاره وبجزاني أو آيات المصحف ده القرآن ده هي وين كلمة يبقى أنقص بقول القرآن ين زياد كاد أو كافرة بإجماعها مؤمة إسلام كلها ثم أن المرأة يخطئ في التلاوة بلان جاري واهية جاري واهية كسي يقديت شيء كاد كلمة زيادة على القرآن لكاتي قراءة لبيدة شد كلمة زيادة كلمة كهرنية هل نية لقرآن نية فيزيد كلمة وينقص أخرى كلمة شديد كمك ويبدل كلامه يعني كلام الله جاهلا مقدرا أنه مصيب ها بنا زاني وإيكا بلام وأزاني تشيا وأزاني بيكابي تيو لسر حق وتواوى ويكابر يعني يعاند في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق بيش أوى بيش حقي بورم كده ولا سرق سكي خوي ده شمنا ضرد دكات الله وايا بلام جهلي هي بيش ويبورم بتوا ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما نكافر دبي نفاسق دبي نتوان جدغا فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره تماشى الله خوي أقر قرآني بيني مصحفي بيني يعني كسيك لقرآن خوينا كان بيود أو تو زيادة كد كمد كد أو دسكاري قرآن كد حلت كد لقرآن كسيك الله من تقوم الحجة بخبري كسيك كوام بشيد بو أو إقام حجة بك لم عبارة همو كسيك بو إقام حجة ناشي من تقوم الحجة بخبري دواي أو أو بو يرون كدائي ويا أخوي حقي بيني فإن تمادى على خطأي أقر بردوام بولا سرها الله كي فهو عند الأمة كلها كافر أو دواء لبروع عنادي كدواء بكافر حسابك لا محالة تماشى وهذا الحكم وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة خطيك بس هذا بكيرشن جميع الديانة أي كوا شرك شرك در جهد النبي يانا در جهد النبي جاوازي نابي الشرك در بكيرت دلواء وهذا هو الحكم الجاري في جميع الأديان لبيش شوتي إجماع لسر كابو أمي ابن حزم إجماع لسر أو ككسر لهمو دين دا حتى الشركش لهمو دين دا جاهل بو ولو مناقش الشيكد ولو دفاع الشي لخوي كد
حتى او كاتي بويرون دكري توا نبا كافر حسابه نبا فاسق حسابه نبا آثم حسابه كن نازانه لكاتك إجماع شواها يا ابن حزم نقلك أكري كسيك بيت لكوتاي أم أمتها دا بلا إجماع هي لسر أويكا إجماع هي لسر أويكا كسيك الشركي كد بيانو حساب ناكري نخير هو إجماعني ناتوان نسباتي كان. ومن العلماء من يقرر أن قضية العذر بالجهل في المسائل الظاهرة من قضائل من القضايا الخلافية لقال مجدى هيا لا زنايان لعلماء أرنشي مسألي عذر بالجهل لا مسألي لو شتاني كرون جدا رون الذين دا قضية خلافية هي هيا لعلماء تكفيري لك هيا لعلماء تكفيريناك كوابول لمسأليك الظاهر لمسائل الظاهر لك تشندين بابتي الرون دا للدين دا خلاف هيا آية التكفير أكريا التكفير ناكريا أكريا لقلبوني خلاف دك وكو ابن تيمية وادلة توبي بلي إجماع هيا نخ باتما شاك. وهذا ما يدل عليه ظاهر صنيع ابن تيمية فإنه لما قرر الإعذار بالجهل كاتك ابن تيمية باوري بعذر بالجهل هيا وأوشي دوبات كذوا وأوشي الراقيان وأنه شامل لكل المسائل حتى المسائل الظاهرة كقضية إنكار كل الصفات الإلهية يعني مذهبي واهي يستهيج صفتي بخوة تعالى إثباتناك باشا يعني خواه مسائلة زور ظاهر رونن بلا ما علماء تكفير يعني كذو يعني خلافيا هي للتكفير كذني مذاهبي إسلامي وكو معتزلة وكوانا آيها مو علماء متفق لا لسر معتزلة كافر نخيل تكفير نكراون فرقي هندي فرقان تكفير كري خوف معتزلة شيء كان نفي صفات ده كان يكسيك بيد نفيه مو صفات كات چن آياتي پش جو خستو چن حديثي پش جو خستو بدايها وصدها تماشي ابن تيمية يعني الذي وكقضية إنكار كل الصفات الإلهية ذكر أن هذا القول هو الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام زوريني زوري بيشواني إسلام مثل أمر رأيا يعني نيوت وإجماع بلام الله زوريني لسر أون كوا جهل لها مو دين دا أخوة. ومن العلماء الذين قرروا أن قضية العذر بالجهل من المسائل التي وقع فيها الخلاف العثيمين يعني يكيك لا يكيك تلا زانايان كضلين عذر بالجهل يكيك لو مسألاني كخلاف تيارو داوا كخلاف تيارو دا شون إجماع إلى سرة. فإنه لما سئل عن مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة عذر بالجهل لعقيدة هيا يعني قال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغير من الاختلافات الفقهية الاجتهادية أي بل لما الرونتر ابن عثيمين الله جاوازي زانايان لسر مسألة عذر بالجهل وكو باقي اشتكان يتر اختلافات فقهي واجتهادي زانايان أقر إجماع بيت شون وعد الله. وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان جاري واهيا هدو كسكيك هدو عالمك كدش بيق صدقا هادو شان يك مذهب عندها لهن ديشتا عبارة كان رقناك بي وهروى. وقد ذهب إلى اعتبارها مسألة خلافية عدد من العلماء المعاصرين منهم السعدي ومقبل الوادعي وعبد المحسن عباد وغيرهم ناوي أمانم هنا أمزانا يا نهر هم ين أشين أشي ألا ألين مسألة عذر بالجهل مسألة خلافية إجماعي لسرنية نبي بلغي إجماعي لسرى بات هاي بات لو أنا يزور آسان ببلغي زانيان إسلام هميان وين وتوا هميان وين وتوا وكو ابن تيمية بعبارة زور جان الله وجماهير نالي كلهم إجماع كأنه لقديم جهر خلاف هبوا بلغم لمتأخرين دا توشتيوا بلغي إجماع هي لسرى والنخير هلأ. وهذا الاختلاف بين العلماء في توصيف مسألة العذر بالجهل يبين أن الإجماع فيها لم ينضبط من الطرفين كانت أو علماء دل خلافية كوابون نلا البريء أم نبري أو لا بس كذني إجماع صحيح نية هلايا. فلم ينضبط الإجماع في المنع من الإعذار بالجهل ولا في تقرير إعذار به نبلي بيانو جهل هيا ينية هيج لا يكي تواني. وهذا كله يؤكد أن
على أن الواجب في هذه القضية تجاوز دعوى الإجماع كوابو دبيب ليقرين لباسي إجماع ليقرين تجاوزي كين وباسي إجماع لسر مسألة عذر بالجهل نكرة نأي مكة دفاع لمسألة عذر بالجهل كين جهلي معتبر بلين إجماع لسر نأوى نشك ألين جهل عذرنية بلين شي إجماع لسر باب شين مناقشة دي لكام كين باشترا دي لكام بينين وباشترا لويك باسي إجماع بكين والتوجه نحو النصوص الشرعية والبحث عن المرجحات الدالة على القول المعين وترك الأمر الذي لم ينضبط بعده بابتشين دليل كان مناقشة بكين كان دليل راجحة كان مرجحة أما رأي أما يعني حلية كان بو مسأليشي إجماع دوام الأمر الثاني يعني الوجه الثاني أن من يتأمل طبيعة الباب الذي تتعلق به مسألة العذر بالجهل يدرك أنه من المستبعد جدا تحصيل إجماع منضبط فيها يعني هندي مسألة هي لدين دا مسألة كأسانة إجماع تازر بأساني الدين بلان مسألة التكفير شروط موانع أنباسانة يكيك لمعقدترين وقرانترين بابتكانيشي علم بوي إجماع لم جورشتانا بأساني حاصل نابع ويست عبارات علماء بينا عبارات علماء بينا عباري وا يعني عالمي وا هي هر خوي بونمنا قولك دلا خوشي قول شي هي هرك دش بخويتي بوكو يسلا لدرس كان معنا قول الشوك قول صنعاني يعني لا تطهير الاعتقاد قول شي هي هر سور زو نرم قول شي هي او برتونديتو هر يك عالم اللي يكتب ده وهر وهلا أقوال كاني من لجنة دائمة وهر وهلا أقوال كاني مشايخ تلك المعاصرين وهي يعني أما مسألة مسأليك نارحة صعبة هم مصمان بدأ دسي ونارين تنال عبارات علماء هنديك بريكوتوا دش بريكوتوا وهي النقل كذني إجماع لم جورا بابتانا صحيح نية يدرك أنه من المستبعد يعني دورة كإجماعته حاصل بإجماع شرك وبيش منضبطه حاصل به فيتتعلق بباب التكفير والضابطي وهذا الباب تكفير يعني من أشد الأبواب تعقيدا وانغلاقا وقد اضطربت فيه المذاهب وتضاربت فيه الأقوال وشكى من صعوبة عدد من العلماء يعني زنايان هواري أنا بدأت أموز نجنش كما سبق أنك سأوق ميمك نقصان كما سبق نقل بعض كلامهم وهو ما يدل عليه واقع كتبهم يعني أنت ما شيء كتبه كان زنايان كلا سر مسألة تكفير أو أنا كنا راح تقصان فمسائل إعذار والتصويب والتخطئة في مؤلفات المتقدمين تتسم بالتشعب والتفصيل والمتشابك والمعقد كتبه كان ينبخينا ودبيني آية مسألة عذر هيا يعني كام الصحة كام هلايا وزور قسكانيا دريش بوتوا لسلم مسألة وشندين تفصيلي نارحة قرسي تايا وعلوزي تايا أما بلقية لسوي لم جور بابتنا بأساني إجماعي شريك ومنضبطي تايا حاصلنا به وكل هذا يؤكد على أن نقل إجماع منضبط يلزم به المخالف في هذه المسألة في غاية العسر والصعوبة فكان الواجب في مثل هذا الحال التعويل على النصوص الشرعية كوابو أقر مسألة أو أندنا راحت به دبيت تنهى اعتماد كين صدق كان على النصوص الشرعية فكان الواجب في مثل هذا الحال التعويل على النصوص الشرعية وتحديد دلالاتها ومقتضياتها في هذه القضية الشائكة وترك التعويل يعني الاعتماد على الإجماع فيها لأن إثباته فيها في غاية الصعوبة أما كابو إجماع لسلام موضوعان نية جوري النويم لا جوري كاني بلقي عندك لزانا كان كدلين لمسألة الشرك دا عذر ناخوات بريتيا لا حجة الميثاق حجة الميثاق فيمان ليور قرثن أو يكال بشتي آدم هرهم من درهن راوين أرواحي بني آدم هرهمي لبشتي آدم درهن راوا خويت عادة قصيلة قل كدون پیمان لی ورگتون کبی پرستن شرکی باب ریار ندن. آلان او پیمان لی ورگت نی کن لپشتی آدم کدریان راین او بالگه. یتر دوای او هیچ کسی یک جاهل نیه. یعنی وقوع اول نیتر پیغمبریج نیه هر مشکل نیه. سکن واده خوازی اسم مناقشه ای دکه.
چون اگر وای بو پیغمبران هاتون بو پیغمبران هاتون ببن حجه لقیامت خوای تعالی پرسیار لخل دکا علی پیغمبرتان بو اتو یاننا خو نه یوتوا مگر قسم نگل نکردن نه پیغمبران تفاصیل رساله به پیغمبران اثبات به نكب ميثاق نكب فطرة نكب عقل إنساني بوسيانا إثبات ناب حجة الميثاق. ومن الحجج لو بلغانيك التي اعتمد عليها بعض الذين لا يعذرون المسلم الذي يقع في شرك جهلا حجة الميثاق يعني بلغي بيمانك بيمان لورقتن التي جاء ذكرها في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أم آياته عندك دلالة كي إنسان علمي بي نبي يعني أكيوتا نيو هلوة أما راستا يا محجي ميثاق من لي ورجداوا لسرشي لسد أوي بزانين توحيد واجبة لسد أوي بزانين عبادة الله واجبة بزانين الشرك به حرام أما يعني أما حجية لسر توحيدي مجمل لسر شركي مجمل هيك كسي معذورني الشرك بك بس خلقانك نازان كام الشرك لودا معذورة وكل درس كانت الدين أم خلاف كيش من كيش يدرس بو بوشي يدرس بو لبرجي لبر أول درس بو السر كيتي هم كسيك بعقلي بفطرتي ببلغي كلمة والقيلاوة أزانين خوا سبحانه وتعالى دبي ببرسره ودبي شريك شي ببريال ندري بو كمن آو هوا ورزق وجيان ومردن وحموش تيكمي خوا بي ودبي خوا برسم أي دكليش تيشي زور زور كم أرزش ببرسم نخير نابر دبيت تنهاب ببرسره ودبيت شركيش ببرر ندري أم مجملة أم كرتيا عزرتيا ناخوة شكم بعقل جوازحة بالناخي إنسان جوازحة ببو بيمانشي كلي ما ورقيلا ووازحة وما اندزانين خوا خالقه ولا أسمانه أمانها مي بفطرة زانين بعقل دزانين ببلغة ببلغين ميساق دزانين بلما آية تفاصيل الشريعة كام الشركة شركة كان كامن لإسلام دا بشرك حساب كلاون كام الشركة قورية كام الشركة بتوكا عقل جيناك اتوا بيمانك كون لبير من نية تفاصيل لقي من لبير نية بزين كامية ومن باز نكلاوا فطرة دمشتية يقلاناك اتوا تفاصيل الشريعة بيغمبران بوهاتوا بهرحال أم آياتنا مجرى آياتنا أكن بلغة فهذه الآية آيات تدل على أن الله تعالى أخذ العهد على كل العباد بأن يوحدوه وحده لا شريك له وأنهم أقروا بذلك بعدما عرفوا سبحانه فقال الذين اعتمدوا عليها أوانيك أم آياتنا أكن بلغة دلنش أوانيك ألين عزرنا أخوة لمسألة الشرك دا في المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك دلنش هذا يدل على أن كل الناس معهم ما يبين بطلان الشرك ووجوب التوحيد ولأجل هذا ألزم الله تعالى بني آدم به ولم يرفع عنهم اللوم فلا يتصور الإعذار بالجهل إذن مما يدل على أن الميثاق حجة مستقلة بذاته في إثبات وصف الشرك وحكمه في الدنيا ألين هم كسيك أويل قلاء بزانيد الشرك التي جاكاتوا التوحيد جاكاتوا يا مدلين أمانة بلغن بو بزانيت كالشرك حرام والشرك لائق إخوانية وتوحيد لائق شايستا إخوان بلان أمانة نازانن جوركان الشرك تشين كابو جاوزي إمو أوانيك أما دلين أمي وحاصل ما يدل عليه الميثاق على قولهم أنه لا عذر لأحد في الشرك أمانة وادلين ألين هيك كسي عذرني وأما العذاب على الشرك في الدنيا والآخرة فلا يكون إلا بعد العلم بما دل عليه الوحي ضلين هركسي أماني أنجام دا شرك أنجام دا بي أو تري مشرك وما مالي الشرك مشرك إلى قال ذكره بلام سزا لدنيا
یان لقیامتا پیوستی بهاتنی پیغمبران هيا پیوستی بهاتنی پیغمبران هيا. وفي بيان هذا الاستدلال يقول احدهم كما في اثار حجج التوحيد وكلا الفراج كسش معاصر وكتبي شيهايا تماشي عبارة كانك الميثاق حجة مستقلة في بطلان الشرك وتلك حجته وعفوا وتلك علته التي أخذ من أجلها وعليه لا يستطيع أحد من البشر الاعتذار من نقضه ولو كان على سبيل الغفلة أو الجهل أو التقليد زور بواضحي الله التقليد ناخو جهل ناخو غفلة ناخو وهيج كسيكيش ناتواني بالله من عزر مهيا عزر بو هيج كسيك لدواي ميثاق نامين يتوا. ويقول في المصدر السابق وغيره لو كتبوا لا كتبي تريج داهي خوي ضلي. وبهذا وجب ثبوت الميثاق حجة مستقلة بذاتها عن الرسالة توجب وصف الشرك وحكمه لأهله. يعني الله تنهى ميثاق بيمان لي ورقتنكا كافية بو إبتا بلغيكي سربخو بيويستي بهاتني شريعة جنية نك شريعة نيت إنكاري شريعة يعني أجر شريعة هات بلغيكي زيادة تنها ميثاق بلغي لسر إنسان بيمانكا وكاليما ورقلاو تنها بلغي بسر مانوا هر أو بيمانة خوي كافية بس بوشي توجب وصف الشرك بو أوي كإنسان كبا مشرك وحكم مشركي في أبدا. ولا بد أن ننبه على أن كثير من العلماء الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك أعرضوا عن الاعتماد على هذه الحجة. لقل أوانش ذاك هندق العلماء وادلين ألين ميثاق حجة بلن بري أواني كدلين عذر بالجهل نية للشرك دا هره ميان وانالي هرها مزانياني كدلين لمسألة شرك دا عذر يعني عذر بالجهل نية هميان ونالن نالن ميثاق حجة نخير هندق وادلين لو أنا شا هندق أبويا مقتن به هموزانيان أم مذهبيان نية أو يعني أو بري كدلين جهل عذر نية للشرك دا هميان أم قولنا لا ما هندق وادلين. ولا بد أن ننبه على أن كثير من العلماء الذين يعذرون بالجهل في مسائل الشرك أعرضوا عن الاعتماد على هذه الحجة كما هو الحال عند أئمة الدعوة النجدية وغير من العلماء يعني علماء الشيخ محمد كل عبد الوهاب وكركاني وطلبكاني وزاناني يستشك هندق لزانيان يستشك بون مالين عذر بالجهل لمسائل الشرك ده بلان أمنا كان بلغا باورن بم بلغيني نالين ميساق بلغلي بيمان لي ورغتنشيا بيانو نايل ابو انسان فهم لم يكونوا يستندون الى هذه الحجه في قولهم بويا هذا بينيشيا كان ولهذا استثنوا حديث العهد بالكفر ومن نشا في باديه بعيده والمدلنشي اگر كسيك تازا مسلمان بوبي اگر شكوت ناو شركه غير معذوره اي اگر ميثاق حجه به معذوره نخيل يان كسيك دورة دستا لديك دورة دستا جي لشونك دجي دست زانياني بيناق علمي تياب لاونية ومن نشأ في بادية بعيدة فنص على إعذاره بالجهل لأن أمدوانا معذورة وقرروا أن الواقع في الشرك منهم لا يعد كافرا أواني كبمشي وازبن كونني وكفروا بكافر حساب ناكرا فلو كانوا يعتمدون على حجة الميثاق لما نصوا على ذلك الاستثناء أجر بهات باو أمزانا أنا مسألة ميثاقيا بكردات بلغة أو نأهات بلنشي نأهات بلن كسك أجر دورة دسبة يان كسك تعزم مسلمان بو بي معزورة وين ندا قلت كوابو أمانة خوش يعني أو بريك ألين مسألة الشرك مسألة الشرك يعني جهل تيان أخوة أم بلغنا هنا بداخو يسك جنجي خمان لم لاطي خمان لم شارني خمان كسانك دين بنزاني قولي أم مؤلفان أيها النوى أما مخالفة با علماء نجد با أو علماني كالشن مدرسي الشيخ محمد يقول عبد الوهاب كوتون نابي أم مسألة دي تبال أوان شنك أوان باورن بمنية ميثاق نابي تحج نابي تبلغ لست تفاصيل إسلام وتفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرك
وعند التأمل في حجة الميثاق ومقتضياتها نجد أنها لا تدل على ما ذهبوا إليه ولا ما استدلوا له. الله قال تي بفكري يعني ورد ببينوا لسر أم بلقي بيمان لي ورقتنا وتشي أخوازيت الله أود بينين كنابية بلقا ونا بلقنية بلقيك صحيحنية بدستيانوا الله بيج أوي كروني كينوا بلقا بينينوا لسر أوي كا أم شواز بلغ خوازي وهنانوي بلغ هليا. وقبل أن نبين الأوجه الدالة على خطأ الاستدلال بتلك الحجة على عدم إعذار المسلم الذي تقع في الشرك جهلا لا بد أن ننبه وبيش جاري بيش هموشتك بباسي أوبكين أم آيات ميثاق علماء خلاف أنت يعني ميثاق تشيخوي شون شونينا على أن هذه الآية وقع فيه اختلاف كبير حتى وصف عدد من العلماء شندين لزانايا وتوانشي كالقرطبي والسمعاني آية الميثاق بكونها مشكلة يعني وتوانا ما مشكلة إشكالها لا فهم معناي حجة الميثاق. ومن أعقد تلك التفاصيل تفاصيل ميثاق خويتشيا أي ميثاق كتشون بوا حقيقة الميثاق بيمان لي ورقتنا كتشون شونين بوا كساني كروحان كدروز نبون شون شونين خويت عدري هنا مقصي لك الكدون أي ميثاق جواز لفطريان نخير وهل هو الفطرة أم شيء آخر مختلف عنها وما اختلف فيه أيضا حجية الميثاق نفسه وهل هو حجة مستقلة أم لا تتحقق حجيته إلا بعد تذكير رسل به يعني خوي بلقية يعني كي بيت بلقى بيغمبران هذا أن جاء ويش بلقي لقال ياندا يعني بمشي وازا أو ها اختلافا لمسألة ميثاق بيمان لي ورقة النهاية برا ما ويك الراسي بيت دوم يانا يعني كي بلقي كاتك بيغمبران بين تفاصيل الشريعة بين ميثاق شبيته بلقا أجينا تنها حجية تنها يعني ميثاقنا بيت حجة بور من أهل فترة أهل فترة بو معذور للاي زورين زنايان معروف ومشهورة خو حجة ميثاق بو لو دي ورجلاوة يانا ورجلاوة برام لبري بيغمبريان بونات ومعذورا خوي تعالى امتحانا هناك لرجع قيامت خو أقرب بميثاق بوايا دبو معذور نبن كابو ميثاق حجنية إلا بيغمبران هاتن أنجا جاري كتا دبيته حجة يعني دبيته دو حجة حجي ميثاق بسر مانوا وحجيتي رسول حجيتي في غمبرانش بسر معناه ده بيت الدو حج ويا أمي الدوام صحيحة. وهذا الأمر الثاني هو الذي يتعلق بمسألة الإعذار بالجهل فلا إشكال في أن الميثاق يدل على قبح الشرك وبطلانه وعلى حسن التوحيد ولزومه كابو بابزان إيوش هموتا مسألة أو بيماني خواه سبحانه وتعالى ورقتوين بلغي بسر معناه لسر اوي كالشرك بوخوا هاو بجدانان بوخوا ليسنوي هندك ماف لخوا سبحانه وتعالى بيدين بمخلوق او قبحكي خرافيكي زانراوا ببلغي ميثاق بسر مانوا. والشرك باطلا زانيني شرك باطلا ببلغي ميثاق زانراوا وهروها وعلى حسن التوحيد ولزومي وبلغشا لسر التوحيد توحيد خوي تعالى اشتكي شاكا وبيويستا. ولكن هل يمتد ليكون حجة مستقلة بنفسه بحيث يؤاخذ العباد بمجرده دون تذكير رسل أم لا؟ بلا أويك باسك أويا آية ميثاق تتواني ببيت بلغا بلغيش سر بخو ببي بيغمبران يعني والا إنسان كاد خوي تعالى عقوبي إنسان لسر بدات لدنيا بيش أوي بيغمبران بين بكافر حساب بكري واشي ولا قيامش لا قيامت كسكبخة جهنم ونخير. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين زانايان دو قولين هيا لسر أما. القول الأول أن الميثاق حجة بنفسي في مؤاخذة العباد ولا يشترط في تذكير ستمشى هندك لزانايان ويمتوا زانايا ملايا خينوارا بزماني كردي خومن خوينوارا ملايا هالكوتوا رأي شي هي زور شاز تماشيم قولك أن الميثاق حجة يعني ميثاق بيمان لي ورقتن بلقية
هر خودی خوی پیویست باوی پیغمبران اجنا یعنی بو اوی که انسان بسری لسر او عقوبه بدره لسر مسئله شرک عقوبه بدره ولا يشترط في تذكير الرسل يعني بيرخصنا وبيغمبران باسكدني توحيد الان بيغمبران و مرج نيه مرج نيه انسان او بزاني ام اوي كم قوله هي تماشى ومن اختار هذا القول الطرطوشي فقد حكى عنه ابن عطيه انه قال ان هذا الميثاق يلزم البشر ام بيمانك خوالي ورغتوين ملزم معناك بشي وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة الدنيا بل بيشمان نبي كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وهو قد نسيه بوان ما كسك طلاق أخوة دو أي طلاق كيلي بيرنا ما هو كسك دي الله من شهد ومتلطو طلاق أخوة أحكام الفقهية شون شونا قصي شهادة كان خبورة طلاق كي أخن علماء يعنا أخن الله شون كسك طلاق يش أخوة ولبيل يشينا ما هو بقصي شهادة كان طلاق يكبه كسك مادم بيماني ليور جيلاوة لست توحيد لبيدي شينا ماوا إيسا الشرك دكا خو عقوبة هذا أما يكلو تبالك وممن قرر هذا القول أو أن يتريش أم قولان هيا المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى أن العباد مؤاخذون بذلك الميثاق عليا بم معتزلة أوان وتوكا إنسان بحجي ميثاق ببلغي ميثاق بمن لورقتنك عقوبة أدريه لأن الله نصب الأدلة العقلية والكونية فلا عذر لأحد من الخلق معتزد لنشي أنا أخوي تعالى بلغي دعنا أوهموا أسمانا يعني كسي أقول ما شاء أسمانك بو كسي تواني أسماني تدرسك كسي تواني مانقو خورو هوا وخلق ورزق وهم شيء أي باشا ما كافينية يعني قصة كيما دعتوا أما كافينية بو أوي كإنسان كاتك خوانا فرستي او شركك الله ما كافي بيويستي ببلغي بيغمبراني حق سيك عقليشا بلام امر رحمدني رحمته ويلا من نجي اهل سنهاته اويك تا بيغمبراني حجه ثابت نابي حجه ثابت نابي وقد اخذ بهذا القول بعض الذين لا يعذرون المسلم الذي وقع في الشرك جهلا واقاموا استدلالهم بهذه الحجه على انها لازمه بنفسها في مؤاخذه العباد وقرروا أن كل من وقع في الشرك فهو مؤاخذ من الأحكام التي تترتب عليه في الدنيا ونقلوا مقولات عدد من العلماء التي فهموا منها أنها دالة على مثل ما ذهبوا إليه مع أن كثير منها لا يدل على ذلك كيف كتلو زانانا وممن يدل كلامه على مثل قولهم بل أبلغ الشيخ رشيد رضا عالم كزور معروفة فإنه يقول في بيان المراد من هذه الآية قال والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آبائهم وأجدادهم كما لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل بعدما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل الدوية ويك حجة بلقي فطرها وعقلها يتجي ناخوة جهل ناخوة والله من جهل ما هي أما قولي كما لا لو مسألي كآية بلقي فيمان لي ورقتن كخواي تعال لي ورقتوين دبيب حجة يا النابي أما ألان دبيب حجة قولي دوم إن شاء الله خير درسي كتلوا كمناقشة دكين وأوار راجحة كميثاق يعني فيمان لي ورقتن لبشتي آدم كدر ينراوين فيمان من لي ورقلاوا نابي تحجة لسر تفاصيل توحيد وشر بلام حجة بابزان حجة لسر أوي كتوحيد واجبة والشرك محرمة لسلو التوحيد شاكا والشرك خلافة وصلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.